يخشى على دينه ورجل يخشى على دينه يفر، أو رجل يفر من قدر الله عز وجل، ورجل مشتاق محب للقاء الله عز وجل. يا إما رجل يجهل ما بعد الموت من أهوال وهو يريد أن يفر من الدنيا وهو لا يعي ما هو ماذا سيقدم عليه أو ما الذي سيراه وسيعاينه، ورجل يريد أن يموت خوفا من الفتن وخوفا مما قدر الله سبحانه وتعالى، ورجل محب مشتاق للقاء الله جل وعلا، رجل مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت يا رسول الله. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. سيدنا عمر رضوان الله عليه كما في مسند أحمد وموطأ الإمام مالك بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كبر سنه قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي، اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع. شايف دعاء عمر رضوان الله عليه. وأختم حلقة الليلة بعلامة أخرى انتشرت وكثرت، يقول فيها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي راه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. يا الله، صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى. بسرعة كده، يعني الكلام ده سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ممكن تكون السيارات، أنا لا أجزم. قال بعض أهل العلم ذلك، لكنني لا أجزم أبدا بأن هذا هو مراد المصطفى. لكن السروج في اللغة جمع سرش، وهو ما يوضع على ظهر البعير، فاكرين الرحلة أو الهودج، وكذلك الرحال. الرحال شيء كالهودج يوضع على ظهر البعير تركب فيه المرأة. الرحال مكان، يعني حتى في اللغة يقال لبيت الرجل ولمنزل الرجل رحل. وأنتم ترون الآن السيارة صارت كالمنزل تماما، يعني صارت فيها خصوصيات كاملة للرجل لصاحب السيارة، بل أعزك الله هناك سيارات فيها حتى دورات مياه، وقد يجلس الإنسان على كرسيه في السيارة وقد ينام، وأنتم تعلمون أن السيارات لا تشبه الكرفانات إلى آخره. لكن انظر إلى تعبير النبي عليه السلام: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، الشاهد نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. البخت نوع من أنواع الإبل الخرسانية، الخرسانية لها أعناق طويلة جدا، والسنام اللي احنا بنسميه الصنم، وهذه تسمية خطأ، اسم السنام الجزء المرتفع على ظهر البعير اسم السنام. النبي عليه الصلاة والسلام يشبه المرأة الكاسية العارية بتسريحتها لشعرها المرتفعة التي تسمى بقصة الأسد، كالسنام الذي على ظهر البعير. وفي رواية صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار، يا رب سلم، ده كلام النبي الرحمة المهداة، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر. خلي بالك، اوعى الظلم، اوعى الظلم، اوعى تضرب أحدا بدون وجه حق،
اوعى ترفع ايدك على مسلم بظلم وتعدي، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذا الذي يمسك هذا الصوت ويضرب به الناس بدون وجه حق هذا من اهل النار بشهادة النبي المختار ان لم يتب الى العزيز الغفار. صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر أي كذيل البقرة، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أختاه، ليه التبرج ده؟ إزاي تخرج بهذا الزي؟ كاسيات عاريات، وصف نبوي عجيب قوي، ما كانش موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هي لابسة بس عارية ازاي؟ اصل الثوب ضيق يظهر كل مفاتن الجسد، او شفاف خفيف، او مفتح من جوانبه عدة. كاسيات عاريات مميلات مائلات تتميل في مشيتها، فيميل قلب الشاب او قلب الرجل اليها. ليه يا اختي؟ ليه تخرجي بهذا الزي؟ والله ما فرض الله عليك الحجاب، وما حرم الله ورسوله عليك الخلوة مع الرجل الأجنبي، وما أمرك بكذا وما نهاك عن كذا إلا لأنك ضرة مصونة ولؤلؤة مكنونة. يا أختي، أنت أم وأنت زوجة وأنت بنت وأنت عمة وأنت خالة، أنت إن كنت تعطين للمجتمع نصفه فأنت تشكلين النصف الآخر، أنت مجتمع بأسره. يا ضرة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا لمن أهلي لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي لمن حبي لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغيب. هيا هيا الآن أيتها الفاضلة، أيتها الجوهرة الغالية، أيتها اللؤلؤ المكنون، أيتها الضرة المصونة، هيا يا بنت التوحيد ويا بنت الإسلام، هيا إلى الحجاب، إلى الفضيلة، إلى العفة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهيا أيتها الصائمة، أيتها المصلية، أيتها المحبة لله ورسوله، هيا الآن اتخذ القرار طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، بحب لله وبحب لرسوله اتخذ القرار ألا تخرجي من بيتك بعد هذه الساعة إلا بالحجاب الشرعي. ولا ينبغي أن تنسى الأخت الفاضلة قول رسول الله: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات. أسأل الله جل وعلا ألا تكون من هذا الصنف أبدا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. أيها الأفاضل، ومن علامات الساعة كثرة الشح وكثرة التجارة وتقارب الأسواق وانتشار الربا وتقارب الأزمان وقلة البركة، هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.